سألت السؤال ده لعمرو كابتن كريم، انه في دلوقتي بنسمع عن لعيبه كتير مش ملتزم. شفنا ده حصل في الزمالك، شفنا ده حصل مع منتخب مصر. صحيح. والواحد بيقعد يصعب عليه انه اسماء كبيره واسماء مهمه ومنهم شباب صغير مستقبل ممكن يتعطل، واحنا شفنا تجارب كتير. صحيح. ازاي نتعامل مع، يعني انت دلوقتي كنت بتتكلم على فكره الجهل في اداره المشروع، ازاي اللعيبه ديت وهي بقى عندها كل الامكانيات الممكنه، تصور الامكانيات دي ما كانتش موجوده وانتوا برضو كنتوا لسه من كام سنه موجودين مش من بعيد قوي. صحيح. انت دلوقتي عندك كل الامكانيات الممكنه، ليه اللاعب ممكن يقصر في حق نفسه؟ عشان كل الامكانيات موجوده. لو اتحرموا من حاجه من الامكانيات اللي انت بتتكلم عنها كريم دي، واهم حاجه اتحرمت منها اللي هي الفلوس، هتفرق معاك جدا. النهارده خلي بالك انا برضو لسه بتكلم مع عمرو في حته، لما دخلت مدير كره في النادي المصري اتصدمت بالعقود ما شاء الله، يعني ده رزقهم ربنا يبارك لهم. لكن في حاجه مهمه جدا النهارده، انا لما يكون عندي 6 مليون واخد 3 مليون في ايدي هلعب كره ليه؟ ما خلاص خدت 3 مليون. والله عايز مش فارقه، خلاص مش فارقه بقى. وده شفته مع اللعيبه، خلي بالك منك ما تجيش اسبوع، انا اسبوعين اديني اسبوعين عشان اريح. ايوه اقول لك اقسم لك اسبوع تقول لي لا خليهم اسبوعين عادي عشان العب. ما خلي بالك النهارده ايه اللي بيحرك اي شخص في اي مهنه؟ ايه اللي بيحركه؟ حاجه واحده بس، الدوافع. صح. فانا النهارده بصحى من النوم انا عايز ابقى كويس، انا عايز النهارده كسبت جنيه اكسب 10. لكن هما بالنسبه لهم النهارده في تجديد ال 10، لا انا شايف ان المنظومه دي لازم تتغير، لازم في موضوع الفلوس والتعاقدات والحاجات لازم تتغير. الموضوع ده لازم يشوف له سيستم مختلف، سيستم ليه علاقه باللعب، سيستم بعد دقائق انت بتلعب دقائق قد ايه في السنه. ما هو ده بيحصل، بس يجي يقول لك زي الكابتن كريم قال لك كده، هاجي اقول لك ايه، طب خد الاول مقدم التعاقد كذا والباقي نسبه مشاركه. ما هي بقى انا بقول لك ايه، لازم بقى لازم تسيستم بقى، سيستم يعني يفيد حتى النادي ويفيد اللعيب، وحتى يعني يخليه عنده دافع شويه. ان بيجي لعيب مثلا زي ما الكابتن كريم كان موجود في المصري، يجي لعيب يقول لك ايه، لا انا مش همضي معاك الا لما تشيل نسبه المشاركه، او همضي معاك بس دي الاول نص عادي 50% من عادي. صحيح. ده بيحصل. صح. طبعا بيحصل طبعا، وانت عشان هو مهم بالنسبه لك، او انت عشان الجماهير والنادي. برافو عليك. انت عايز تتعاقد معاه، انت بتتعاقد معاه وممكن تدي له اكتر مما يطلب بخلاف الفلوس اللي انت النادي بتاعه طالبها، فانت تدفع له كمان. فانت هتلاقي عندك مثلا خزنه النادي طالع منها بس عشان لاعب واحد 10 مليون. ده الكلام ده ايه وانا مدير كره في النادي المصري، لان انت كل سنه البادجت بيعلى. يعني النهارده لو اتكلمنا عن النادي المصري، محمود جاد 25 مليون او 23 مليون، باهر المحمدي 20 مليون. ايوه حقيقي. مش هو ده البادجت دلوقتي بتاع الدوري، انت اي فرقه دلوقتي بتلعب كويس يعني بدايه كلام البادجت دلوقتي 20 مليون في مصر. انت بتسمع حد قال الرقم اقل من كده؟ لا تقريبا. خلاص هو بقى في سقف دلوقتي كل الانديه عاملاه في مصر ال 20 مليون، وما بقاش في فكره انه الاهلي والزمالك زمان هم اللي بيدفعوا كل الانديه. لا كل الانديه بقى خلاص، ما انت ظهر لك خمس منافسين في فرقه طالعه دلوقتي، في تشالنج في الشارع، في السوق دلوقتي بقى زي زمان برضو. صح. يعني في فرق دلوقتي بتخش تزاحم الاهلي والزمالك وتاخد منه لعيبه 100%. فانت في عندك المصري دلوقتي بقى بيدفع كويس، عندك بيراميدز بيدفع، عندك مودرن فيوتشر، عندك يعني في انديه بتدفع، يعني غير الفرق اللي عندها ثبات شويه ممكن ما تلاقيش بتدفع، لكن انا ضامن فلوسي مثلا زي فاركو زي انديه الشركات. فانت رايح، انا عارف ان انا النهارده البنك الاهلي الفرق دي، لا احنا عارفين ان هناخد كذا ومستعد. لا الماركت يعني الماركت بقى مختلف. صديق ليا كان قال لي جمله قبل كده، زميلنا العزيز عمر عبد الله يعني بيقول لي قبل كده ايه، انا لو كنت لعيب كوره كانت هتبقى شغلانه حلوه قوي. ليه؟ انا مثلا لعبت وحش، يعني انا ما اديتش كويس مع الفرقه الفلانيه ديت، عادي ما في فرقه تانية هتيجي تشتريني ممكن برقم اعلى من اللي انا بلعب بيه هنا كمان. حقيقي، لان فعلا سوق الانتقالات حتى ملوش دعوه بالاسهم بتاعك. يعني انا برضه هكلمك عن فرقه ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، لما جيت اتعامل مع اللعيبه سماكه اتعاملت معاك كانها اسهم بورصه. طول ما السهم بتاعك تمام انت معايا وممكن ابيعك واكسب فيك، السهم بتاعك بينزل لا انا اخلص منك بسرعه. فاحنا كمان عندنا سوق الانتقالات ملوش علاقه بالكلام ده، انت سوق الانتقالات معاك وكيل كويس، انت حتى كمدرب مش لعيب، انت معاك وكيل جامد او كويس او علاقاته برؤساء الانديه كويسه. انت رايح المدرب بينزل فرقه ويروح يمسك تاني يوم الصبح. طبعا بتتكلم على لعبه، ايه علاقته بكره القدم ده؟ صح. اللي هو دي مش لعبه يعني. دي مش كده، مش لعبه، دي مش لعبه بقى، انت لعبه، فدي لعبه نتائج اللي هو لما تكسب تكسب فريزولت. انت قلبت الموضوع كده، انت بتاخد بقى مش مشكله، انت المهم الراجل ده هيجي هنا خلص، يجي يشتغل هنا خلص، يجي يشتغل هنا خلص. فهو سيركل على 15 16 واحد، مفيش اي جديد. صح.